متسجل باسم حد بس شغال. انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره. انا عايزه ارجع بيتي وقطي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري اصطف من الميه بتاعت هنا، بشرتي قشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش فردة الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك؟ اوضتك ده مين يا حلاتة؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته ببيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقول لي اوضتي وما اوضتي يا اختي، وقعي انت راخره كده، ابعدي كده عنها اهو. انا خبط ايه؟ ليه ان شاء الله داخله دوره الميه؟ شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها؟ شايفه القرف اللي انا فيه؟ انا اتبهدلت يا دينا وتهنت. معلش يا هايدي بس معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس؟ انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيكي، انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي يمين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما يصحش كده. انسه مني يا اختي، صلح اللي هيشفع فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبلة ولا طاق. الانسه ايه ده؟ ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون. لا انا خلاص انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انتي واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انتي لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله، ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي يا بارده يا سيد غنتي؟ بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيت عمري. عاوزه تغوري من هنا ازحي وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت التقفيصه بتاعتي، نشرب كوبايتين شاي، وبعدين بعد كده نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا استني يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي، واعمل لها شوب عنب يروق دمها. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل، اساليني انا يا اختي. سيبيني استنى عادي، سيبيني خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايح يا شوي، هو انتوا ايه غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم فنك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. قابلنا ست الكتكوته في وشنا فلميناها، خارجه نفشه ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. قولي الحكاية، انا اخد الستتين الحلوين ده هم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ نشربه في خرجتك انت وهي قادرة يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه؟ خش يا بنت اخفي عليكي، خرجتي يا دي البنت اخفى عليكي. شفتي يا بنت يا نوال قلة الأدب بتاعت البنت كوريا؟ تعالي يا بنت نشرب كوبايتين العناب.
ان شاء الله تنشق كنت تجد في معاميع مصارين قلب. هي يا كوريا. ايوه يا يوسف ايه الله يسامحك يا خلعه اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه، انت لو ما جيتش خدت البلوه المساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه، مانيش حمل الدلع الماسخ ده، مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه، انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك، وانا مش هطيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعها، شوف الرخص. يا ابن عمي شويه شوربه، مش هقول لك بقى اشرب. ان شاء الله انا صاحبي مش كانت المستشفى احلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما تشوف السحنه المصريه ديت. ما بطيقش ام المستشفيات يا واد يا سوق، لا بطيق ريحتها ولا اكلها، بحس ان روحي بتطلع جدع. ازاي بقى صاحبي؟ امال مين هيغير لك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي اي حكيم ولا تمرجي من على الناصيه كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحه كبدكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اختها ديت، بس انا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقال لي هنأجل الفرح لغايه ما كباك يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا، انت عبيط. ما تنزل ياض تغني وتشوف اكل عيش. لو انت هتفضل لازق لنا 24 ساعه انزل ياض اخفي من وشي ساعتين ثلاثه، وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ايه لا لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضلي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفن. لا طبعا في مشكله. اول حاجه كان في خطوره على حياه صاحبك، تاني حاجه انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى، تالت حاجه بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين، وده في موظف مدي عليه عهده يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمه بس انتوا عملتوا كده ازاي؟ واحده واحده بس يا ملك الرحمه. انت اول حاجه كباكي مفيش خطر على حياته، ده واد بسبعه ارواح، وتاني حاجه دي مستشفى حكوميه هدفع لك الفلوس كلها على دائره تعريفه، وبالنسبه للكرسي هجيبوا لك وعنايه الاثنين، وفي بوسه حنك كمان. بس يعني يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذه كده، في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. في الاخر كده انت عارفه ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غير له على الجرح، لا على الحقن اي حد اديها له، وانا ممكن اديها له، بس يعني مش اي حد غير له على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه، ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه من الاخر كده عزبنجي لوحده، قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى، واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح، واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده. صح اخص عليك يا ابله، ايه الافلام اللي انت اللي بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيهولك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر الحلواني، الجدعانه، الشهامه، الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده، ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا، مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم، دي ست كبيره، بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه، امي دي ست طيبه جدا جدا جدا، كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه، اي سر عندك قوله لها، لا يمكن تطلعه ابدا. دي واحده بس، ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا، حبيب قلبي وحشاني. يام مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي، حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح؟ يا اما كلمتك يا اما ولا دستك على طرف؟ وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه؟ وانا مالي ومالي العالم دي اساسا يعني؟ وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح، وهو جدع واحد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا اما دي بنت مؤدبه ومتربيه، ومن الاخر دي شغلتها بقى. ياما شغلتها شغلتها يا شغلتها. اي هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا ولا، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك يا ياما تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم، ابلة هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل. بس اقول لك يا واد، لا انا هطلع. ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا واد. تعالي يا واد اتفضلي. يا ابله هاجر استنى يا واد، الحاجات ده هي دي احنا هنسيبها كده. هو تسرق يا واد؟ مش هتسرق يا ام، انا يا الاثنين يا ام. شيل يا اخويا شيل. حاضر يا ام، اهو يا ام خلصيني يا ام، وادي كمان البصل اهو يا ام. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا واد يلا يا ام بسرعه يا واد. يلا يا ام يلا ان شاء الله عليك. يلا يا ام يلا.
بنتي والله ولا كوز العسل. اه يا بنت انت عارفه حارتنا ده هي كلها كده على بعضها، ما فيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا ربي، ملائكه عذاب. انا نفسي افهم يا بنتي يا هاجر انت ايه اللي عاجبك في الشغلانات؟ مالها يا خالتي شغلانتي ده انا بحبها قوي. يا سلام. طب قول لي انت يا كبداكي، قول لي انت شاهد على زمان البت دي بتحب الشغلانه دي ليه؟ انت ليه محسساني انها رقاصه؟ انا هقول لك يا خالتي انا بحب فيها ايه. هات دراعك. بالرحمه. يتحب فيها ان هي بتخفف وجع ناس كتيره قوي، وممكن تنقذ حياه بني ادم امه تموت لو جرى له حاجه، ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعده. بالراحه بالراحه. ده انا اتحشرت بقى يا خالتي. شوف هات ايدك بقى. شوف شوف بس. انا قلت الكلام ده من قبل كده، هو ان دولت شغلانتهم الكلام وبس. يا مزوكا في ايه؟ ده دكتوره قد الدنيا. سيبك منهم يا هاجر، دي عالم جهله ما تعرفش حاجه. انا وانت متعلمين زي بعض، ما تشوف امك يا سوكا. يا كبداكي ما انا برضو اللهم صل على النبي واخد الاعداديه ومكمل بقيه تعلمي موهبه. تسمع حاجه من الموهبه؟ لا احنا حنان حاجه صغيره بس. لا حنان حته قول يا ودارت الايام. اسمع الموهبه، اسمع الموهبه. لا 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 انا بعشق أكنا ترارا وأنا كل لك أنا أنا.